مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصتكم فتاوى على الهواء. يكون يمشي مثلا مسافرا إلى بلد ما ولو كان غنيا، فإذا به يعني يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى من يؤانسه. حث الإسلام على إكرامه والإحسان إليه، وعد ذلك من مكارم الأخلاق. في سيدنا إبراهيم من أيام جاءه ضيف ولم يضيفه، فغضب الله عليه. إقباله ويصبر على تكاليفه. قائد أعظم للأمة الإسلامية يعيش هذه العيشة ويرضى بها، وهو قادر على أن يسأل الله سبحانه أن يعطيه أكثر من ذلك. فتاوى على الهواء كل جمعة في 6:45 مساء على القناة الأرضية.